عن مباريات اليوم، هدف مقابل هدف بين لايبزيج النادي الألماني الصعب ومانشستر سيتي بقيادة رياض محرز الذي سجل هدف السيتي. رياض محرز الذي التحق بكوكبة أساطير إفريقيا الذين سجلوا أكثر من 20 هدف في مسابقة تشامبيونز ليج. محرز بهدفه اليوم في شباك لايبزيج يكون قد وصل إلى 20 هدف خلف كل من محمد صلاح وديدي دروغبا 44 هدف لكل منهما، وصامويل إيتو 30 هدف، وساديو ماني 27 هدفا. رياض محرز اللاعب الأكثر حسما في الأدوار الإقصائية منذ العام الماضي. رياض محرز قبل الماضي، نعم العام قبل الماضي، نعم ميدو، سواء يسجل أو يمرر رياض محرز دائما حاسم فارس. نعم رياض محرز حاسم، وحتى مانشستر سيتي اليوم كان أفضل من المباراة السابقة بدخول رياض محرز كأساسي، يثبت مرة أخرى بأنه يقدم موسم رائع، سجل الهدف الوحيد لفريقه، واليوم شاهدناه نوعا ما لعب كثيرا في دخل كثيرا لوسط الميدان بصعود الانترفال بوكو بلوس وخلى الكولوار والكر، بالفعل بصعود والكر خدا كامل الكولوار والكر، ودخول محرز الذي ادى مباراه في المستوى من حيث الاحصائيات شيء شرفنا انه يصل للهدف رقم 20. امين، قبل بدايه المباراه يعني هيمنه السيتي على لايبزيج في المسابقات الاوروبيه وذكريات هالاند المزعجه في الدوري الألماني كانت أبرز ما ميز هذه المواجهة، لكن بعد صافرة البداية شاهدنا لايبزيج منظم جدا خاصة في الشوط الثاني واستطاع أن يفرض التعادل على السيتي. الشوط الأول لايبزيج قتل المتعة في المباراة بتراجعه الغير مفهوم، تراجعه منذ لو كان التراجع بعد 20 دقيقة أو نصف ساعة بسبب قوة السيتي الهجومية لكان الأمر مفهوما، ولكن أنت تراجع منذ بداية الصافرة وأنت تلعب على أرضك أمام جماهيرك هذا أمر غير مفهوم بتاتا. على الأقل العب في الدفاع وحاول أن تتحكم في زمام المباراة على أطوار، أما أن تتراجع المدرب نعم خطة المدرب تفطن في الشوط الثاني، ضغط على دفاع السيتي لأنه السيتي يلعب كمنظومة، يلعب على الاستحواذ، البناء يبدأ من الحارس ثم الخط الخلفي وينتقل إلى الوسط والهجوم، هذا ما تفطن له المدرب في الشوط الثاني، قام باللعب على الضغط العالي على دفاع فريق مانشستر سيتي. شاهدنا لايبزيج أحسن من الشوط الأول، قدم كرة جميلة في الشوط الثاني، ضغط كثيرا وكان أحسن من السيتي في الشوط الثاني وكان أقرب في الكثير من المرات من تسجيل الهدف الثاني. الآن نتيجة 1-1، صحيح أن السيتي سيستقبل على أرضه وبين جماهيره في إنجلترا، ولكن تبقى نتيجة 1-1 نتيجة مفخخة جدا، خصوصا أنه لايبزيج معروف بالتحولات السريعة في الهجمات المعاكسة بالاعتماد على سوبوزلاي وتمريراته الدقيقة وسرعة كل من كونكو وتيمو فيرنر. نعود إلى رياض محرز معك يا ميدو، اليوم عيد ميلاده 32، أمس عيد ميلاده 32، وصل إلى 12 مساهمة في 13 مباراة بعد العودة من كأس العالم. رياض محرز في 13 مباراة خاضها سجل 8 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى. نعم إحصائيات كبيرة بالنسبة لرياض محرز منذ العودة من كأس العالم منذ نهاية ديسمبر، منذ مباراة ليفربول في الكاراباو كاب لما فاز السيتي 3-2، كانت الانطلاقة بالنسبة لمحرز. بعدها بدأ ينال ثقة غوارديولا في البقاء كأساسي، غوارديولا اللي يتحدث عليه في كل مرة ويقول رياض بروفيل مباريات كبرى، لذلك يعتمد عليه بصورة منقطعة النظر في دوري أبطال أوروبا مقارنة بالدوري الإنجليزي الممتاز. رياض في دوري أبطال أوروبا دائما كأساسي، دائما يحدث الفارق مثل ما تحدثنا قبل قليل في أدوار خروج المغلوب، يعني في ذهابا وإيابا إحصائياته كبيرة. مرة أخرى يساهم، سجل 20 هدف في دوري أبطال أوروبا، ماهوش رقم سهل بالنسبة للاعب. حتى اسمح لي ميدو، دور اللاعب تحس أنه أصبح كادر في فريق مانشستر سيتي، أصبح ياخذ خمس سنوات الآن يقدر يكون حتى قائد فريق مانشستر سيتي، أصبح واحد من قادة واحد من قادة السيتي فوق أرضية الميدان. اليوم شفناه لعب بوكو بلوس في الدوزيام كولوار في الانترفال وين كان ما كانش بالخطورة هذيك، لأنه محرز من
نقاط قوته لما يجي يجري بالكره مش لما يكون ستاتيك لانه لاعب تقني لاعب تقني مليح كي يراقب ويجي من الخط. في بعض المباريات عندما كان يلعب في لايستر لعب نوعا ما في وسط لعب في وسط في بعض المباريات كان يلعب في وسط لا خطوره ديالو لما يراقب على الخط ويجي لانه عنده ليلون هذاك والسرعه والمراوغات لكن لما يلعب بظهره للدفاع ويلعب ستاتيك تنقص الخطوره ديالو. ما هي التوليفه الهجوميه التي يفضلها رياض محرز لما يلعب مثلا مع جريليش او لما يلعب مع هالاند او لما يلعب مع دي بروين في اعتقادك ما هي افضل توليفه؟ مع مرور السنوات يفضل نظن انه يلعب مع دي بروين لانه فيه تفاهم بينه وبين دي بروين. دي بروين غير موجود غير موجود بسبب المرض يقال انه مريض وبالتالي اظن انه ايضا يحب يلعب على الرواق لانه اختصاصه الرواق الايمن يدخل كما قال لك كروشي يحب اليوم شاهدناه اكثر يمشي للوسط لانه غوارديولا اليوم تقريبا لما تشوف لو سيستم ولا تشوف تشكيله سور بابي يعني على التشكيله الظاهره تشوفها كانها 4-4-2 لكن في التطبيق نشوفوا دائما والكر ثلاثه في المحور هم اكي دياس رفقه اكانجي برناردو سيلفا اللي يتخلف ويجي مع رودري في يعني في البناء اللعب من الخلف رفقه رودري وشفنا والكر اكسونطري دروا غريليش اكسونطري غوش محرز وغوندوغان بوكو بلوس في لانيماسيون اوفنسيف يعني في صنع اللعب خلف دي بروين خلف هالاند اللي مرة أخرى هالاند ما سجلش اليوم ضيع فرصة غريبة في الشوط الثاني بهجوم عاكس كأنه هالاند في المباريات الأخيرة تراجع مستواه قليلا في هذه المباريات المغلقة أمام الدفاعات المغلقة مثل ما قلت قبل مدة في المباريات اللي يلعب فيها السيتي أمام فرق دافع جيدا وتغلق المساحات هالاند يضيع شوية وحتى عدد لمساته للكرة ما تجاوش 10 12 15 كأقصى حد يعني في المباراة وهذا رقم قليل بالنسبة لمهاجم في نادي من أسسيات لاعبه لكرة القدم الاستحواذ واللمسات الكثيرة للكرة. نعود للحديث عن رياض محرز وإحصائيات زميلنا عادل حداد حول رياض. إذا في موسم 2016-2017 رياض لعب 9 مباريات سجل 4 أهداف في موسم 2018-2019 6 مباريات سجل هدف وقدم 4 تمريرات حاسمة ثم في موسم 2019-2020 7 مباريات سجل هدف و4 تمريرات حاسمة ثم بدأ التألق خاصة من موسم 2020 الكوفيد تواليا في ذلك الموسم لعب 12 مباراة سجل 4 أهداف وتمريرتان حاسمتان ثم الموسم الذي تلاه 12 مباراة سجل 7 أهداف وتمريرتان حاسمتان ثم في هذا الموسم 7 مباريات مسجل 3 أهداف ومقدم تمريرتين حاسمتين نال لقب أفضل لاعب في مباراة اليوم رياض محرز خاصة بعد نهاية كأس العالم لاعب آخر لاعب خارق لاعب حاسم لاعب مسجل لاعب مساهم لاعب يفعل كل شيء فوق أرضية الميدان رياض محرز هو أفضل لاعب في مانشستر سيتي نقولها بالفم المليان منذ نهاية كأس العالم والدليل حصوله على جائزة أفضل لاعب في الفريق لشهري ديسمبر وجانفي في انتظار شهر فيفري وربما سيكون رياض محرز ثالث أفضل لاعب لثلاث أشهر متوالية في نادي مانشستر سيتي نتمنى أن يرى غوارديولا بالأعين التي نرى بها نحن لا أظن رغم كل هذه الأرقام اللي تحدثت عليها رياض محرز تحدثنا عن قيمة هذا اللاعب خاصة بعد مرور يعني بعد الموسم الخامس لهذا اللاعب الرائع ينال اليوم أفضل لاعب في في في, في لما يكون رياض محرز في الفورمة بتحركاته بمراوغاته بتسديداته يوحي بأنه السيتي يلعب ب 12 لاعب وليس ب 11 بحديثك عن العودة من كأس العالم أظن أنه عدم التأهل لكأس العالم كان عنده دوره في 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 غياب اللاعب نوعا ما قبل بداية الكأس ليس هو فقط كل لاعب المنتخب الوطني خاصة هو بما انه نجم المنتخب وقائد الفريق وبمناسبة عيد ميلاده 32 كان قد اصدر امس فيلم عن مانشستر سيتي نعم عن رياض محرز ومسيرته الكروية تحدث في هذا الإصدار رياض وقال تبقت لي فرصة للعب بطولتين في كأس إفريقيا ومونديال 2026 سأقوم بكل شيء من أجل إسعاد الجماهير الجزائرية رياض محرز مستمر مع المنتخب الوطني وسيحاول قدر المستطاع إفراح الشعب الجزائري
وهذا أمر جيد محمد، هذا أمر جيد بعد كل الإشاعات التي راجت خاصة حول توقف واعتزال دولي بعد إقصاء المنتخب من كأس العالم. أمين أكيد ربما تكون الإشاعات صحيحة. نعم، مع خيبة الأمل ربما يكون لاعب حتى هو تحدث على الصدمة، يقول لك ما لازمش تتحدث في الصدمة. بارك الله فيك، لازم تعرف تجيري تمد الوقت ما تهدرش وأنت تكون منفعل عاطفيا سواء في الفرح ولا في 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 الحزن. لذلك ربما تكون هذه الإشاعات صحيحة، لا دخان بدون نار. ربما تحت وطأة الصدمة محرز أخبر مقربيه مثل ما شاع سابقا بأنه لا يريد اللعب مع المنتخب الوطني الجزائري مجددا. بعدها بعدما ارتاح قليلا ونسي تلك الصدمة عاد إلى رشده وعاد معه إلى المنتخب الوطني الجزائري. الآن عيناه على المنافسات المقبلة، كأس أمم إفريقيا 2023، كأس أمم إفريقيا 2025، وبعدها كأس العالم. من الجيد أن نرى محرز بهذا الطموح رغم أنه وصل إلى سن 32 ويعلم جيدا أنه بحلول عام 2026 سيكون في سن 35. ما المشكل؟ لوكا مودريتش 37 سنة قدم كأس عالم في أعلى مستوى، ميسي 35 سنة فاز بكأس العالم، لذلك من حق رياض محرز أن يحلم بالمشاركة بكأس العالم على أقل تقدير مع المنتخب الوطني. نعم، قلنا بأن رياض محرز كان رجل المباراة اليوم، 60 لمسة، صنع 5 فرص، 4 عرضيات سليمة، لمس الكرة 4 مرات داخل منطقة جزاء المنافس، سدد 3 مرات، راوغ مرتين، تعرض لمخالفتين وسجل هدف مانشستر سيتي الوحيد، وبذلك رياض محرز يكون الأفضل من جانب السيتي والأفضل في هذه المباراة. رياض محرز نجمنا المضيء في سماء البريمير ليج من دون شك سيستعيد مكانته الأساسية بعد هذا الأداء الأسبوع القادم، إلا إذا كان لغوارديولا رأي آخر منه. نعم، سيتي يلعب تقريبا على جبهتي دوري الأبطال وكأس دوري الأبطال والبريمير ليج، أقوى منافستين يلعب فيهم سيتي. في البريمير ليج يبتعد بنقطتين عن أرسنال اللي عنده مباراة متأخرة سيلعبها هذا الأسبوع، قد يرتفع الفارق إلى 5 نقاط في حال فوز أرسنال بكلتا المباراتين في البطولة أمام أستون فيلا وأمام إيفرتون، في حين أنه سيتي سيتنقل لمرة ثانية التوالي في الدوري، سيتنقل إلى بورنموث لمواجهة النادي بورنموث. مباراتين هذه الجولة تقريبا واحدة من لاندي تورنو، يعني واحدة من المعارجات البطولة الإنجليزية. البقاء في دوري أبطال أوروبا مثل ما قلت قبل قليل مهم ومهم جدا من ناحية المعنوية لسيتي، خاصة أن لاعبي سيتي أعتقد بأنه فازوا بأربعة ألقاب في ظرف 6 سنوات ولا 5 سنوات، شيء كبير في إنجلترا. لذلك الهدف الأسمى هو دوري أبطال أوروبا.